بالعكس، هو لو عايش انا هكون اسعد واحده في العالم. هو بس يعيش ويترحم الالم اللي بيعيشه كل يوم في حياته. ياه، معقول؟ انا حبيت حياتي من ساعه ما عرفته يا دكتور. انا كنت خلاص حسيت ان الدنيا اتقفلت في وشي وان انا المفروض اقعد واستنى الموت، لكن هو حببني في كل حاجه من الاول. يعني زي مجدي ده لازم يعيش انت بتحبيني الدرجه دي يا نجلاء؟ اكتر مما تتخيل. هتقنعه؟ طب بص، قول له ان في متبرع، بس ما تقولوش انه انا. هحاول. هو فين دلوقتي؟ هو لسه خارج من غرفه الغسيل من ساعه واحده. طيب ماشي، انا هروح له. اتفضلي. ايه الدلع اللي انت فيه ده؟ قوم. اوعدك اول ما اقدر اقوم هقوم. عندي خبر ليك حلو قوي. خبر ايه؟ لانه متبرع. متبرع لايه؟ هو ليه متبرع لايه يا مجدي؟ للكليه. لا طبعا، انا مش قادره افهم انت ليه رافض الموضوع ده. رافض الموضوع ده لاني مش هاخد حته من بني ادم علشان هو يموت وانا اعيش. عمري ما هعمل كده ابدا. مش يمكن هو يكون اتكتب له عمر جديد باللي هو هيعمله؟ انت ناسي حضرتك ان انا دكتور وفاهم انا بقول كويس. لا مش ناسيه، بس هو محتاج فلوس وانت محتاج كليه وعندك اللي تدفعه. يا نجلاء اسمع مني بس يا مجدي عشان خاطري. انا خلاص اتفقت مع الدكتور محمد على كل حاجه، وانت بس سيب الامور تمشي زي ما تمشي عشان خاطري يا مجدي، عشان خاطري. مش عايزه اخسرك. انا مش قادره اتخيل ان في يوم ممكن يعدي عليا من غير ما انت تكون جنبي. ايه الكلام الحلو ده؟ بس انا مش قد الكلام ده دلوقتي. طب اعمل ايه بس؟ انت مش قادر تفهم قد ايه انت غالي عندي. وانا كمان والله العظيم بحبك قوي. بص بس يا مجدي، وبجد بتحبني لازم تعمل كل حاجه عشان تفضل جنبي. ماشي ماشي ولا لأ؟ حاضر. تفضل. كنت متأكد إنك هتنزلي. أنا كنت جاية أقول لحضرتك. حضرتك ده إيه؟ أنا عايز أتجوزك دلوقتي، النهاردة قبل بكرة. إيه؟ سكتي ليه؟ أنا عارف إنك ما عندكيش مانع. إذا كنت قلقانة عشان لمار وسعيد ما تقلقيش، أنا أبوهم وهعرف أتعامل معاهم. أصل في موضوع أنا كنت عايزة أفهمك إنه. أنا فاهم حاجة واحدة بس، أنا بحبك وبحبك قوي كمان. أنا عاملة عرض خاص بنص الثمن والدفع آخر الشهر. ها قلتوا إيه؟ خدي يا بنت هاني. إيه؟ هو أنتِ ما حرمتيش؟ لا ما حرمتش. ايه رايك بقى؟ طب اخلعي بقى من هنا عشان المره دي فيها موته. ده فيها موتك انت يا حبيبتي، فهمتي؟ يلا معايا حاجات. ايه؟ مش عايزه اقول لكم اخر موضه. شوفي يا انسه ايه رايك، ومعايا كل الالوان، وادفعي اخر الشهر كمان. بقول لك ايه؟ ايه؟ خدي دول استنيني هنا. رايحه فين؟ استنيني بس. بقول لك ايه يا روح امك؟ روح امي؟ بنده عليا انا؟ ايوه بنده عليك انت. مش انت بتقول ان انا مراتك؟ تعالى بقى اوريك مراتك اللي مش مراتك هتعمل ايه؟ يا ناس اشهدوا، الراجل ده مد ايده عليا وانا جايه النهارده بقى اخد حقي. يا قاتل يا مقتول، تعالى في حضن ماما يا حبيبي، ولا اقول لك تعالى تروح القسم واستلم مراتك من هناك، ولا هتعمل عيشة؟ يلا بينا يا نغم. والله ما هسيبك، لازم اعمل لك محرم شاهدين، وربنا ما هسيبك. بتعوريني؟ والله ما هسيبك. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا تعالوا، منورين ما شاء الله. خمس امارات، الله اكبر. ها ما قلتوليش بقى ايه رايكم في بيتي الجميل ده؟ حلو قوي قوي يا احمد. اتفضل اتفضل اتفضل.
شوفوا بقى يا بنات، انا عايزكم تاخدوا راحتكم على الاخر. ها البيت بيتكم طبعا مش محتاج. طب ثانيه واحده، ثانيه واحده هرجع لكم على طول. الواد احمد ده نمره خالص على فكره، انا مش مرتاحه له. انت بتشكي في نفسك، الواد زي الفل اهو. اسكتي انت وهي، افرض ظهركم. عايزه اقول لكم ان كل واحده لابسه فستان مش اقل من 5000 جنيه. اتجعزوا. انت هتقفوري. ما بقفورش، لمي كرشك ده. كمال يا حمد الله على السلامه يا روحي. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ما تعرفيش ان متولي خطيبي بيشتغل مع احمد؟ اه والله ما اعرفش. على فكره انت من هنا مش سالكه خالص. خالص بقى على فكره. بقول لك ايه يا حبيبتي؟ الحياة اتجوزي متولي احسن يغير رأيه. وهو يتولي يا ماما؟ اه يا حبيبتي هيغير رأيه اول ما يعرف حقيقتك. وحقيقتي بقى تفرق ايه عن حقيقتك؟ ايه ده؟ هو انت حقيقتك طلعت وحشة قوي كده؟ على فكرة يا فريال انا سفلة، بس سفلة مع النوع اللي زيك بس. يا جماعة في انتوا مكسوفين ولا ايه؟ لا انا عايزكم تاخدوا راحتكم على الاخر. طب تعالوا معايا بقى، تعالوا اعرفكم على عزة باشا. يلا يلا تعالوا. احمد ده طلع وسخ قوي. وسخ بس؟ هو انت لسه شفت حاجه يا قلبي؟ صحيح، محدش يقدر يعرف اللي جوه البني ادم مهما كان. يلا اتفضلي. عزت باشا، احب اعرفك على بنات خالي. اهلا وسهلا. منى، مروه، سمر، نجلاء، ودي بقى كاميليا. تالي كاميليا انا شفتها عندك في الشركه قبل كده. اه ما هي كانت شغاله في الشركه عندنا بس لغايه امبارح للاسف. يا معقول؟ ايه وسابتكم ليه؟ ما عجبهاش الشغل عندنا. ازاي بقى؟ على فكره اللي بيبعد عننا بيخسر كتير قوي، خصوصا لو كان قمر زيك. ميرسي على الكومبليمون الحلو. انا الجو ده مش مريحني خالص. والجو ماله؟ ما الدنيا حلوه اهي. انت يا بنتي مش شايفاه بيكلم اختك ازاي؟ بصراحه عنده حق، النهارده كمال يا صاروخ. غباء بس؟ انت بس غبيه؟ هو في ايه؟ من نفسنا شويه، السواد قالب عليها. ما تخليكي في حالك، متحشر ليه؟ الو ازيك يا مجدي؟ وحشتني قوي. ايوه على فكره في ايه يعني؟ انا جريئه جدا ممكن اقولها. بحبك قوي. بتحبيه قوي مش كده؟ طب هكلمك بعدين يا ولد. باي. ايه ده؟ ايوه طبعا بحب، فيها ايه يعني؟ بعدين مجدي يتحب. الصراحه هو يتحب قوي. كاميليا بقى تبقى احسن واحلى بنت عندنا في العيله كلها. احمد بلاش كده. بلاش كده ايه؟ دي حقيقه، واحنا عندنا في العيله كام كاميليا. على فكره هو بيجامل. انا عمري ما جاملتك يا كاميليا وانت عارفه كويس. احب كمان اعرفك على عزة باشا. عزة باشا ده يا كاميليا يبقى ملك ملوك رجال.